Thank you. واو شو حلو. تفضل. بويرون افندم. بويرون. شكرلار. رجاء ادل. شو حلو. مش معقول شو مبسوطة. حسي حالي عم بعمل اشياء هيك اول مرة بحياتي بعمله. انا عكسك بقى. كل شي عملته معك اليوم عامله كتير بحياتي. بس لحالي. ودائما كنت اقول انه اكيد هي المشاوير رح تكون احلى اذا كنت مع البنت اللي بحبها. واليوم شفت بعيني. شفت قد ايه المشوار حلو وانتي هدي. شو هيدا؟ كل سنه وانتي سالمة. مو اليوم عيد ميلادك؟ بلا بتصدق نسيت؟ قد ما عم بيصير اشياء ناسية. انت كيف تعرف؟ كمان سر؟ ما بدك تفتحيها؟ شو حلو. هي ولا شيء. انت بالنسبة لإلي بتستاهلي أكثر بكثير من هيك. وعلى فكرة كنت أجيب لك شيء ثاني بس خفت منك. قلت لحالي ممكن ما تقبليها. حتى هي ما في أقبله. يعني ما بعرف يمكن لإلك هيدا منا شيء بس أنا لإلي اتس تو ماتش عن جد سوري ما في أخذها. في؟ هي أول هدية بهديك إياها معقول؟ هيك بتزعليني منك؟ عن جد ما عبالي زعلك بس ما رح اقدر اخذها ما رح كون مرتاحه ابدا واصلا ما رح اقدر البسها يعني شو بدي اقول للبابا ولاخواتي. طيب حبيبي انا لإلي كل الهدايا وكل هول الاشياء تفاصيل منن مهمين اهم شيء انه انت هون وانت حتى هيدا احلى شيء لإلي بالدنيا كله. طيب خلص لكان رح خلي لك اياها عندي من هون لتقدري تلبسيها منيح. شو حكيت شيء غلط؟ لا بس كنت عم فكر انه شو معقول اعمل وكيف معقول تكون حياتي لو ما لقيتك. لا تخليني افكر انا بهذا الشيء كمان. الله يوفقك لا تاخذيني لهنيك خليني هون.